في الخامس والعشرين من شهر فبراير من كل عام تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الكويتي 58، وذلك نظرا لما يتمتع به البلدان من روابط اجتماعية ودينية وعرقية وسياسية مشتركة. حضور عدد من الأمراء والسفراء ونخبة من الإعلاميين والفنانين ورواد الأعمال في مشهد يجسد عظم التلاحم بين البلدين. خلل الحفل العديد من الفعاليات وفرق مشاركة تعكس الإرث الثقافي والفني الأصيل لدولة الكويت. شعب واحد وبلدين شقيقين ومسير مشترك قدموا من أرضهم إلى أرضهم. نشاركهم فرحة اليوم الوطني الكويتي، أواصر أخوة ومحبة تجمع البلدين الشقيقين. يشهد الله أن احنا ما طلعنا من بلد إلى بلد، احنا طلعنا من غرفة إلى غرفة، احنا كلنا بلد واحد. يسمعنا بيت واحد لله الحبيبة وقتنا، انت الحبيبة وقتنا، انت الحبيبة وقتنا، انت الحبيبة.